اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية الخاصة بخطوط الكهرباء الهوائية بمشروع إنشاء محور التعمير بالساحل الشمالي وتعديل مسار بعض الخطوط وإزالة تلك التي تتعارض مع المحور. ووجه الرئيس بحوكمة الجدول الزمني المخصص لتنفيذ التعديلات المطلوبة أخذا في الاعتبار الامتداد الإضافي لمحور التعمير في اتجاه الغرب لاستيعاب حركة المواطنين الكثيفة عليه، باعتباره محور ربط رئيسي ما بين مدينة الإسكندرية وقرى ومدن الساحل الشمالي. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تصاعد عدوى فيروس كورونا في البلاد بسبب انتشار سلالة دلتا المتحورة من الفيروس. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية وفقا لتقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي لوزارة الصحة ومعهد الصحة العالي الإيطالي أن معدل انتشار العدوى في البلاد ارتفع إلى 66% من 63% الأسبوع الماضي. قطع محتجون لبنانيون الطرقات في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس ومناطق أخرى احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، ورفع المحتجون لافتات منددة بسبب انقطاع الكهرباء والماء بشكل شبه كامل، إضافة لوجود نقص حاد في الأدوية والبنزين والسلع الغذائية الرئيسية. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بياناً بمناسبة اليوم العالمي للسكان، والذي يوافق 11 من يوليو من كل عام بهدف لفت النظر لقضايا السكان وخاصة النمو السكاني والصحة والتعليم والحد من الفقر. ووفقاً لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة، بلغ عدد سكان العالم 7.9 مليار نسمة يوم 1 يوليو 2021. أعلنت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء انهيار المجمع السكني إلى 79 قتيلا. وأكدت رئيسة بلدية ميامي اكتشاف جثة جديدة بعد أن تم العثور على 14 جثة أخرى أمس الجمعة.